السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايبنا من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لوفت عمرو اشرف. زي ما حضراتكم عارفين احنا بدانا في سلسله النش وبنتكلم عن كل السكيلز وكل التفاصيل اللي نستفاد بيها من الاستاذ احمد الروبي عشان تقدر تبقى غاوي حريف في النش وتقدر ان انت تبقى واقف على ارض صلبه زي ما بنقول في غيط الحمام. بنشكر كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتقف معانا وبتكتب لنا تعليق كويس ايجابي يخلينا مكملين معاكم. لو سمحت كل اللي بيتفرج على الفيديو ما ينساش يدعمنا باللايك ويكتب كومنت عشان بنحب نسمع ارائكم وبنرد عليها في الكومنتات. استاذ احمد حبيبي يا زعمر منور الدنيا كلها يا باشا. احنا بس بنحيي بس عشان ما ننساش استاذ كرم فريد ده حبيبنا طبعا استاذنا الغالي كبير ليا ومن ضمن اساسيات تجهيز الحمام في التقليب وراجل طبعا انا بستعين بيه بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان انا بعقل في حاجه فنيه في الفرخ او في الجينات بلجا له. طبعا بحييه من هنا وبحيي برضو اخويا برضو حبيبي المهندس ياسر واكد طبعا تحياتنا ليهم كلهم وناس كتير قوي مش عايز انسى اسامي فكلهم لهم التحيه والتقدير وكلهم اخواتنا الكبار وبتعلم منهم طبعا طبعا. ولو كنا بنتكلم في النش فوالله يعني احنا يعني لو ريت لو في اي تعديل برضو احنا بنرحب او في اي حد على حاجه بس لحد بقدر الامكان. والله عمر انا مبطل من 2017 نش بس بحب النش بحب الحمام ف وما زلت بتعمل نش طبعا ما حياتي ما انا ما بس فالله المستعان. فاحنا كنا وقفنا اخر مره عندنا احنا اتكلمنا عن في الحلقه اللي فاتت عن المكان عموما اتكلمنا المكان اللي يخص غيط الحمام واتكلمنا عن ازاي تبدا ان انت تشوف غاوي شاطر تختار منه اسوس او ذكوره ان انت تبدا ان انت تعمل لها سلكه خاصه بعيد عن الغيه عشان تبدا ان انت تاخد حمام منهم وتنش انت بقى على ايدك يبقى حمام ابن الغيه او ابن المكان. بس في جزئيه نسينا نقولها عن المكان. لو احنا مش هنقدر نربي في غيه وهنربي مثلا هنشي البلكونه كنا هنتكلم على الجزئيه دي عشان يبقى اتكلمنا عن قصه المكان كامل وبرضك اتكلمنا عن مقاسات الغيه وشكل الغيه من جوه تفاصيلها عامل ازاي. ولكن في تفاصيل برضك هنحب نقولها في الحلقه دي عن شكل المسقه تبقى شكلها عامل ازاي بتتحط في مكانها ازاي تفاصيل برضك هنقولها في الحلقه دي علشان نبقى احنا اتكلمنا عن الغيه كامله شكلها جوه عامل ازاي واتكلمنا برضك عن عندك اختيارين انك تربي في غيه لو انت قادر او تربي في بلكونه لو انت قادر. بص عمرو اولا بس تعقيبا احنا مش عايزين ننسى غيه البلكونه على فكره هي بترجع لامكانيات الشخص نفسه. انا ممكن يجي عليا وقت من الاوقات وانا بدات البلكونه تمام ولما ربنا اتاح لي الفرصه كان بيت عملت غيه على فكره ماشي البلكونه على فكره من نش مش سهل خالص انك تشتغل الموضوع يعني صعب جدا لانك انت برضو بتتجبر على شيء انت بتقوم فيه في مكان انت في بعض الحمام ما بتشوفوش بيعمل ايه تمام. ممكن يقلب منك كده ورا منك مش كاشف الحمام بس تمام تلاقي حمام بلكونه اللي هو او بنسميه كده بالبلدي حمام الحيطه بيبقى جامد قوي لان الحمام ده فعلا بياخد وقت طويل عقبال ما بيطير وخصوصا لما يكون حمام غزار تمام وعايز غاوي يكون محنك وصبور لان هو برده عنده معاناه لان هو غصب عنه بيربى على بلكونه ف يعني الدورة صعبة هو في الاخر بيبحث عن المتعة على قد ما بيقدر تمام لان هو برضو في حاجات ممكن هو بيظلم فيها تمام يعني ممكن هو ينش على حمام كتير جدا وفي الاخر ممكن ما يمسكوش تمام ويقوم يتمسك بس هي القصة كلها في ان هو ممكن يعني ايه قال لو مثلا ده لو عنده غية مثلا كان ممكن ربما بس هي كلها نصيب قدر ربنا لكن برضه ناس دي تحترم وناس ليها هي ليها رصيد ان هي طبعا لان هو بيه بيحب قدر الامكان ان هو برضه يعني بيحب الحمام تمام يعني سواء بلكونه او حتى بربع على منور هي مش هي تمام هي انت الظروف اجبرتك وانت بتحب الحمام فعايز حمام يكون طاير. لكن ممكن واحد من البلكونه انا اعرف ناس كتير اعرفها اصحابي ناس كبيره كان بينشن على البلكونه كان بيرمي اولى وبتقفل مجاله وتنزل تمسك البلكونه وتحط لكن كان فيهم بعض الناس كانت بت ايه يعني بتظلم في الموضوع الحطه ماسك الحمام اللي عليه بس هي القصه كلها برده مش تفرق كتير عن الغيه برده عشان نوضح لاخواتنا المشاهدين ان احنا برده نفس الطريقه بقتني اسوس او بروح لحد واجيب منه زغاليل شاطره قوي 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 لان انا بجيب الحمام ده ربيه عم تجرب اسيبه برده كده زي سياسه الغيه هي بس اختلاف المكان بس. فهنبدا بقى نتكلم فيه احنا ليه قلنا بنعمل السلاكه هو المكان اللي هفضل فيه بعيد عن الحشين عشان خاطر اتفضل يا زلمه تمام. انا بس عايز اقطعك في جزئيه قبل ما ننتقل لقصه السلاكه. نعم هو انا دلوقتي وانا عارف ان الموضوع ده برضك ليه علاقه لو انا بنفس تفاصيل لو انا هربي البلكونه انا عايزين نتكلم على تفاصيل الغيه اللي احنا شايفينها دي كده جواها المسقه بتتحط في الباب بشكل عامل ازاي تمام ده شكل جميل جدا شكل المكلف تمام الباب بيبقى مساحته قد ايه بتاع الغيه
تمام. هل يحبذ ان انا اخلي البيبان الذكوره كاشفه بعضها ولا الباب اللي في النص اللي بيبقى قاطع؟ جميل يا عمرو، تمام، جميل جدا، كويس التذكره. اه عايزين نتكلم على الحته دي. وهل بيتحط مسقه ومكلف وكندر ولا مش لازم ان انا احط كندر؟ يعني بشوف هو بتحط طوبه تمام، خشبه، طاجن مقلوب، أيوة تمام. فعايزين نتكلم على القصه دي بردك، وهي من ضمن يعني التفاصيل دي اكيد بتتعمل في البلكونه بردك. نعم، في الباب بالظبط. بص هي كل هنا هو اللي هنا، تمام، فعايزين نقولها. تمام، بص عمر، هو تملي احنا بنحبس في الغيه، لو غيه مثلا 4x4 تمام، دي بتاخد لها مثلا بالظبط بتاع 90 باب مرتاحين، 90 باب مرتاحين، 90 باب مرتاحين مثلا في 3 جنب وجنب مثلا مصاطب، في مثلا بتاع 4 مصاطب او 8 مصاطب زي ما قلنا في الجزء الاول. تمام، بنحبذ ان يكون ما بين البيبان قواطيع خشب بلاكاش. ليه بقى؟ عشان الحمام ما يعشقش بعضه، عشان الديكوره ما تعشقش بعض، ربما في حمام بيعشق وده بيعمل مشاكل في جهه الحمام. تمام، انا بحبذ ورا بعض. انا بحبذ ان انا دي يعني هنتكلم عليها بس مش دلوقتي، لما يجينا وقتها. تمام تمام. وبعدين ممكن انا في انا ممكن لو انا مش فارق معايا ان انا او انا حاطط جوايا مثلا ان انا مش اربي الشوار، انا لان ممكن مش اربي فرد الشوار، ممكن اجيبه اجرحه بنتايه، بحبش ان انا ايه ابقى باب واسع شويه، فلو مش فارق معايا قوي ممكن اخلي باب 45 في 50، 45 في 50 يعني قلنا ال 4 في 4 بتاخد 90. تمام، قيس بعد كده مثلا الخمسه، هنزود مثلا في كل جنب على 30 10 يبقى كل جنب في 40، لو 6 لو 3 خد لها 75 باب. يعني انت ايه حسب المساحه وحسب الكميه اللي انت هتربيها. تمام، وفي برضه حاجه الغيه مش بقطر الحمام. هي نقطه جميله قوي، يعني هي مش من كتر ما ربي اولا 200 و300 لا 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 مش بالعدد ده، الغيه حاطه هم يعني 35 حمامه او 25 حمامه بيحطوا حلو. تمام، دول هيمزجوني ويمتعوني يكون شكلهم حلو، والغيه مش بكتر الحمام، مش بكتر الحمام، لكن نرجع نقول برضو ان العزوه حلوه. تمام، بس اما تكون وقتها يعني اوقات تحتاج ان يكون نربي حمام كتير، ان ليها وقت برضو. تمام، برضه الامكانيات والظروف اللي احنا عايشينها وبنحب الحمام. تمام، فهي برضه هنقول مثلا برضه احنا جينا في نقطه برضه جميله جدا يا استاذ عمرو، ان احنا نتكلم في موضوع حط المسقه في الباب. تمام، حطت الكندر في الباب. تمام، لو بينام عليه فرد حمام، حطت المكلف في الباب. تمام، اولا انا حابذ ان انا اجيب مكلف كلي شفه، مكلف كلي شفه، شفه عشان خاطر الحمام الدوره ما تقعدش تقع وتزبد المكان. تمام، ليه شفه؟ دي فرد حمام ياكل براحته، ما يقعش ما فيش حاجه تتهدر منه. تمام، بكلف كبشه. تمام، كبشه ما دام كبشه تقيل كده. تمام تمام، لما دي المسقه في واحد بيحب يجيب مسقه كبيره عشان ما يمسقش مثلا كل 3 ايام يمسق. تمام، وواحد بيجيب مسقه صغيره. لما دي المسقه يا عمرو بتبقى زي كده، يعني لو محمد عاملها في جنب الباب، بص ده المكلف ابو شفه. تمام، بص قدرا كده جه ده مكلف بشفه اهو، مكلف بشفه. تمام، المسقه ده اللي كده قدام فرد الحمام، المسقه بتبقى جوه. تمام، جوه هنا اهو. هو طبعا انا موضح الكلام ده في الكاميرا دلوقتي، موضح الكلام ده ليكم. تمام، فيعني هنشوف دلوقتي شكل المسقه بيبقى شكلها عامل ازاي في الباب، وشكل المكلف، كل الكلام ده هنوضحه دلوقتي. تمام، اللي بتبقى المسقه جوه باب ناحيه قفله الباب، فتحه الباب يا رب، يعني الباب مثلا زي ما انت شايف كده تبقى الناحيه دي. تمام، جوه في مثلا في حاجه بتنام عليها فتحه، اللي هو بقى القندر، القندر او حجر طوب، او حجر طوب أحمر، او اي حاجه انت مثلا يعني ايه ممكن الحمام ايه يقف عليه، يقف على الاستعباديه بتاعته. الحمام بيحب المكان العالي. تمام، الحمام بيجي على اي مكان، حط اي فرد حمام تيجي تلاقيه يقف على المكان. تمام، ودي برده هنتطرق فيها بعدين. تمام، وانا بشوف بردك يعني انا يعني بحكم ان طلعت غياب كتير، بشوف ان في بيعملوا الارضيه ضارع حيه، بيعملوا الارضيه يعني الناس بقى اللي بتبقى مقتدره شويه بتعمل الارضيه بتاعت الغيه او الاراضي عشان الزبلات تتدحرج وتقع تحت في الـ في الـ في, الـ في المكسحه تحت. نعم نعم، دي طبعا حاجه كويسه عشان الفرد ما يتزبلش. هو عمرو هو زمان كنت اسمع، ممكن انا حضرت بقايا من الكلام ده، كان في ناس عامله جريد ببان جريد كفافي. تمام، جريد يعني كل كان جريد. تمام، وفي ناس لحد دلوقتي بتعملها موله. تمام، خاطر الحيه الجريده دي بتخلي الزبلايه ما تقعدش، في نفس الوقت الخشب الجريد يعني ليه عامل الحمام غير الخشب اللي هو الخشب الجريد ده، زي ما بيقولوا كده، ده مش عارف ده معتقد او ده حقيقي، ده بيبقى فيه الجريد ده بيخلي الحمام صحته كويسه، بيخلي الحمام صحته كويسه، اللي هو ناشف جدا. تمام، غير الخشب ده برضه بياخد ودي، بس هو برضه بنوع من الخشب. تمام، فده ربما يكون ده يعني صحيا هم بيحبذوا الكلام ده. تمام، انا ما اعرفش ايه السبب يعني، بس هو كان في ناس يقول لك ده هو، لا الجريد احسن من الخشب، لان هو الجريد الزبلية بتنزل
حمام بيصح اكتر، وده كان يعني بيحصل زمان، لكن دلوقتي ما بقاش حد يعمل تمام. كله خشب، كله خشب ومضاد يعني. تمام، يعني خلاص احنا كده دلوقتي اتكلمنا على شكل الباب عامل ازاي بتاع الغيه، وكلمناكم عن موضوع البلكونه، وطبعا نفس الادوات اللي بتتحط في الباب هي نفس الادوات اللي بتتحط في الباب في الـ في الـ في البلكونه. واتكلمنا في الحلقه الاولى، احنا بنذكركم عشان اللي شاف الحلقه دي عن طريق الصدفه يرجع يشوف الفيديو الاولاني. في الفيديو ده بقى هنقول للمشاهدين ايه، احنا عملنا خلاص سلاكه. بص احنا بقى عملنا سلاكه تمام، ولمينا فيها قصوص صوص وحمام احنا عارفين سكته تمام، وعملنا له تحضين تمام، ونبتدي بقى واخد بالك ايه نجوز الحمام او نقل الحمام، وبعد كده بقى نقطف من الحمام ده. وتملي بقى انا بحبس حاجه بقى، دي حاجه مهمه جدا، طول ما انا يعني خلاص عملت سلاكه وعملت مصنع يعني لو هجيب حاجه اجيب اللي ناقصني، وريت يعني ايه يعني ممكن ما اجيبش خالص. ان انا مثلا انا بحبس مثلا زي عمر ايه ان انا اقتني انواع معينه اربي منها، بحيث اللي يجي يتفرج او ان انا حتى اجنش، او ان انا مثلا يبقى عندي اسلحه بقدر الامكان ما هتنقص منها. يعني انا بحبس مثلا بغيت النش هم كام نوع كده بحب اربيهم. والحمام ده يعني انا بنصح حتى المشاهدين حتى لو هو مش حابب حاجه زي كده دي حريه تمام. يعني بص دور على البنفسجي، بنفسجي سكروطه، سكروطه حلس، حلس اخضر، اخضر مسود، مسود استوفى العادات اللي هي مثلا دبوره غامقه، دبوره غامقه اللي هي مثلا ايه برقبه خضراء تمام، نقش تمام، حمام هو برده اللي هو شمره تمام، بس يكون حمام انت برده عارف سكته، فرد يكون جامد وانت عارفه وتقتنيه تمام تمام، ويكون في ذوق تمام تمام، وليه سجل عن صاحبه تمام. ده تاخده على برده عتقه بنفس الطريقه. يعني بص هنبدا تاني، هنقول اخضر، اخضر هنقول سكروطه، سكروطه اخضر، بنفسجي، بنفسجي مسود، مسود حلس، حلس عادات، عادات عادات وطقاطي، وطقاطي سبع انواع. هم سبع انواع دول انا بحبذ السبع دول بالنسبه لنا وبالنسبه لناس كتير قوي وتجارب، دول يعتبر من اجمد الحمام اللي يصلح للنش. طبعا لو في حد عنده مثلا شغلانه دي بيت جامد في اي نوع تاني ولو لاحظت حتى لقيت مش البندق مثلا تقليبه كويس قوي، او يعني نادرا لما تلاقي حد عنده البيت ده وجامد، لكن في في الحمر والمرقعات في في بس انا نسبه مش كبيره. وبرضه جنب مساد ممكن اربي عنبري، عنبري اسمر الحمام برضه جامد، رب مرقع. لما يكون في حد بقى يعني انا لما اجي افرخ افرخ سبع انواع دول تمام، مثلا قص 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 كده والتحضين بتاعهم، او مثلا احب واكتر في العادات تمام. البيض دي اللي احنا بعضم اقصار ده اللي هو مثلا ايه عضمه عاده، عضمه كده خياري شويه خرج تمام، عضمه خرج وتشاب صوافه. الله ينور عليك تمام. وكتر في الحمام ده وابتدي بقى اشتغل، والحمام ده هو اللي انا اربي منه. وطول ما انا بص دي برضه نصيحه للمشاهد، طول ما انا عندي سلاكتي وطول ما انا بفرخ الحمام ده مرضي قليل. يعني تقصد ان برضك ان انا مختصر عددهم، وده بيخليني اختصر المرض اصلا من عشان ما يكتر النفس يا جماعه بيخلي الحمام يعيا. وتملي انا بحاول برضو في عندنا مصر الوقاح، في عندنا نيوكاسل والبراميكسو، بشتغل برضو حصن الزغلول، حصن الحمام اللي بيطلع تمام، وابتدي بقى ادوم دوره علاج بسيطه جدا. وتملي الحمام السايب ما فيهاش علاج كتير تمام تمام. ودي هنتكلم فيها برضو في جزئيه ثانيه، نتكلم على ازاي تصحح او تخلي تحافظ على صحه الحمام اللي طاير، عشان في حاجات فيها تفاصيل عايزين نتكلم فيها بدقه شويه بالظبط، فهنسيب لها حلقه كامله. فاحنا حبزنا الانواع دلوقتي، وحبزنا هنبدا بايه تمام تمام. وحبزنا لو انا مثلا ليا واحد صديقي مثلا بيفرخ نوع مش عندي، بس النوع ده متجرب سنين شاطرين عنده مثلا مرقع احمر، بس الحمام ده يكون متجرب شربوندو اسود لو انا حابب اللون ده، بس يكون عند حد موثوق فيه وهو مجرب من الحمام ده ومربي منه كتير تمام. ودي برضو نادرا انا بلاقي الكلام ده تمام، بس وبرضو لما ما يمنعش برضو لون من بره اخطاني يعني تمام. ممكن برضو ايه يعني انا واحد مثلا هداني بكوشه هو شاطر عنده بشامي شكله حلو، ايه المانع؟ اخدت ذكر من هنا سكته معروفه على انتهى من الغيه او عمري عامله زي طبق الحلويات تمام بتاع رمضان كده فيها كل حاجه تمام تمام. بس انا بشطارتي ان انا احاول ابحث عن عامل دماغه جامده، انا بنتكلم في النش بحاول طبعا. ابحث عن عامل دماغه جامده ويكون في شكل، بس انا جمعت بين صفتين هم اللي في احتياج ليهم بالظبط. ونكمل بقى في الحلقه الثالثه ان شاء الله تمام. نبدا